السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن برامج كتيرة مجانية تقدر انت تستخدمها بدون كراك وبدون اي مشاكل خالص، وادائها عالي، والناس شركات ضخمة وعملاقة بتشتغل بيها. فهنعمل زي سلسلة كده، زي ما انت شايف في تولز كتيرة هنبدأ نتكلم فيها. عندنا مثلا برنامج اسمه برنامج البلندر. برنامج البلندر دوت هو بوليجند 3D موديل، وفي انيميشن وفي ريندرينج. يعني لو عايزين نشوف اقرب برنامج ليه هنلاقي ال 3D ماكس والمايا، بينما 3D ماكس والمايا دي برامج غالية وبرامج مكلفة، هنا البرنامج مجاني تماما. زي ما انت شايف في افلام كتيرة معمولة بيه وهو مجاني واوبن سورس، يعني لو انت عايز تطلع على شفرة الكود وعايز تعدل فيها تقدر ان انت تتعلم وتستفاد منها. وليه كذا محرك انجن يعني زي الفي ري كده، لا هو عنده اكتر من حاجة، اكتر مثلا في واحد اسمه سايكلز ده ريل تايم فيو بورت بريفيو، وبيقدر يعمل ريندر على البروسيسور او كارت الشاشة، وفي ار ريندرنج سبورت، وتقدر تعمل بيه النحت، وتقدر تعمل بيه اليو في والفي اف اكس وانيميشن وستوري ارت ودروينج 2D ان 3D. ففي تولز كتيرة جدا تقدر ان انت تستخدمها مع يعني تقدر جوه البلندر تلاقي حاجات كتيرة. زائد ان هو اوبن سورس، ففي ناس كتيره بتعمل ادنس جواه بيبقى فيها اضافات، مثلا تقدر تصدر هاي في سي، او تقدر ان انت تشوف الحاجه مثلا على في ار. في تولز كتيره جدا هتلاقيها ان شاء الله. فده يعني اساسي ان انت تستخدمه. لو انت بتستخدم برامج ال 3D ماكس والحاجات ديت تقدر تلاقي ده بديل كويس. نخش على البرنامج اللي بعد كده اللي هو الفريكاد. ده برنامج براماتيك وفي كونسترين بيست سوليد موديلنج اند اناليسيز. هو برنامج مجاني والواجهة بتاعته سهلة وبتعمل تصميمات كتيرة زي كده، فتقدر تصمم بلوح بالشكل دوت وتشوفها في 2D و3D وجواه دلوقتي البيم بقى موجود جواه البيم. هو برنامج مجاني، هتقوله داونلود هيتحمل من غير ما يقولك في شروط او في فلوس هتدفعها او اي حاجة خالص. هتقوله داونلود هيتحمل معاك سواء ويندوز او لينكس او ماكنتوش بيتحمل معاك، والحجم بتاعه صغير وممكن حتى تتحمله بورتابل بحيث ان انت تشغله من غير ما تضطر ان انت تسطب اي حاجه خالص. وفي سورس كود تقدر ان انت تحملها وتتعلم منه برضه. طيب احنا قلنا ان البلندر مجاني، فلذلك في تولز كتيره بتتعمل مجاني وتشتغل جواه. فده فري ادنس فور بلندر، وده بيعمل باراماتيك اند تستليتد بانل ان بلندر. هتسطبه جوه البلندر، لا هتدفع فلوس للبلندر ولا هتدفع للادنس دي فلوس، تقدر ان انت تشغل بيها على طول وتعمل بيها اشكال زي كده. طيب بعد كده هنلاقي عندنا اداه بتخليك ميجر ات، بتقدر تقيس في ال 3D في البلندر. يعني دي كانت خاصية رخمة شوية مش موجودة في البلندر، ففي حد عمل التولز دي وسابها مجانية تقدر ان انت تسطبها عندك بدون ما تدفع اي فلوس خالص. الموقع هنا فيه تقدر تقول مكتبة بكل الحاجات اللي ممكن ادنس اللي ممكن تلاقيها خاصة بالبلندر، وفي شرح البلندر بالتفصيل. طيب نيجي هنا بقى على الأداة ديت. دي أداة برماتيك أند الجوريزم أو جنريتيف ديزاين ويز بلندر، تشتغل مع بلندر، وبرضو هي عاملة زي الجراس هوبر. يعني لو قعدنا ندور على أقرب حاجة ليها هنلاقي الجراس هوبر. خلينا ندخل هنا على الجاليري بتلاقي التصميمات دي كلها. فأنت لما تتعلم البلندر هيبقى سهل جدا إن أنت تستخدم الأداة دي جواها وتنطلق. يعني هتقدر تعمل الحاجات اللي الجراس هوبر بيعملها بسهوله. ارشيباك ده بيعمل كويكلي موديل برماتيك اركتكتشر اوبجكت ان بلندر، برضه بيشتغل جوه البلندر ويقدر يعمل لك برماتيك ويقدر يعمل لك اشكال جميله زي ما هتشوف مع بعض. تمام، وتقدر ان انت تحمله بدون اي مشاكل خالص، مجرد تعمل له داونلود هيبدا يتحمل معاك. وفي برضو بلندر بيم، ده بيخلي الاجزاء اللي عندك تتحول لاي اف سي، يعني تقدر تعلم على جزء وتقول له ان ده الوول او الروف او الفلور او كذا.
بالشكل ده. فانت رسمت الاشكال ديت، تقدر بقى ان انت لما تصدرهم لايف سي يتقروا في كل الاماكن التانية، تقروا في الريفت، تقروا في الاركيكاد، تقدر تربطهم بالجدول الزمني، فتبقى نقلة كبيرة جدا. وجواها هتلاقي هو تقدر ان انت تعمل اوديت اند اناليسيس، تقدر تعمل اوسر اي في سي موديل، دروينج جنريشن، استراكشر اناليسيس، الفاسيلتي مانجمنت، الكوستنج اند سكادول، الام اي بي سيستم، ومدعمة من البيلدنج سمارت والاو اي ارك. طيب نكتفي بدول النهاردة، وتابعوا معانا القناة عشان هننزل بقية الأدوات الفري المجانية، وأغلبها إن لم يكن كلها open source. فتابعوا، اعمل اشتراك بالقناة واعمل شير.